والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكراً سحر، شكراً يوسف. مشاهدينا الكرام، تتابعونا معي أهم الأخبار الاقتصادية محلياً وعالمياً. أهلا بكم من جديد. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 41.3% لتبلغ 2.44 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وأوضحت بيانات التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 11.6% حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر. ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلح وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7%. في المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 29.3%. أعلنت وزارة البترول أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها قد تحقق خلال السنوات الثمانية الأخيرة وحدها، ليصل عدد الوحدات المستفيدة بالغاز لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية. وخلال لقاء أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة، لفت الوزير إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر حتى 1 من ديسمبر بلغ 960 ألف طن بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار. في سوق المال تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14,327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 2,653 نقطة. وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3898 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و53 قرشا للشراء و24 جنيها و60 قرشا للبيع. أما اليورو فقد سجل 25 جنيها و97 قرشا للشراء و26 جنيها و6 من المئة قرشا للبيع. والجنيه الاسترليني وصل إلى 30 جنيها و17 قرشا للشراء و30 جنيها و27 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و70 قرشا للبيع. وأما الريال السعودي فقد سجل 6 جنيهات و52 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1799 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 1586 جنيها، أما عيار 21 فقد سجل 1850 جنيها،
عيار 24 سجل نحو 2114 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14800 جنيها. أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج التعاملات على انخفاض، وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا، وتراجع المؤشر السعودي 2.8% ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2021. كما هبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر دبي 0.8% ليواصل مكاسبه، وذلك للجلسة الثانية. فيما هبط المؤشر القطري 0.8% مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 3%. أخبار الاقتصاد، عود من جديد إلى سحر ويوسف. شكرا لك محمد عبد الله.